لساتنا في أول السنة ولسه كلامنا معكم مكمل في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن الطاقة الإيجابية وكيف ممكن تغير حياتنا مع الدكتور مايكل. حكينا عن كتير قصص في بداية الحلقة، بدنا نحكي عن الشخص والشخصية. هل ممكن فكرة الصفات المميزة والكاريزما تكون إشي مكتسب أو إشي قابل على أنه الإنسان بفطرته وغير قابل يعني لانه يكتسبه ابدا؟ اوكي، بص، هو يعني ده موضوع عليه جدل كبير جدا، موضوع الكاريزما، هل هي أكيد. مكتسبه ام ايه؟ بس عايز اقول لك فكره الكاريزما اصلا ابتدت الناس تبص عليها من سنين كبيره، يعني من سنين كتير قوي. يعني مثلا في عالم اسمه ليون، العالم ده كتب في 1938 مذكره كده كبيره قوي عن حاجه اسمها كاريزماتيك ليدرشيب. كان ساعتها بيتكلم على ان في قاده في الوقت ده، كان في بقى الحرب العالميه والحرب العالميه الثانيه والكلام ده كله، فابتدى يشوف ان في ناس بتتبع قاده معينين حتى لو القاده دول كان عندهم اصلا مشاكل في حياتهم او عندهم مشاكل فيجن بتاعتهم، زي هتلر بالظبط. اكبر مثال. وده كان ابتدت تطلع بقى فكره الكاريزماتيك ليدر شيب او الكاريزما عامه بشكل عام. فده بقى يدرس هو ليه الناس اصلا بقى شافت الناس دي عندهم كاريزما، او الكاريزما دي طلعت ازاي. فابتدوا الناس من الثلاثينات بقى لغايه دلوقتي يطلعوا مفاهيم كتير عن الكاريزما. كلمه كاريزما اصلا في الاساس هي كلمه يونانيه معناها فكره ان انا انسان عندي قبول وفي نفس الوقت عندي تاثير. لو انا عندي الاثنين دول يبقى انا انسان كاريزما. تمام، ابتدوا يعني يحصلوا كده الكاريزما في مجموعه من المهارات، يعني هي عباره عن زي ست مهارات معقده لكن كلها متداخله مع بعض. المهارات دي في الاخر هم يعني لو احنا هنقسمهم يعني او نقولهم بشكل مختصر هم ثلاث حاجات مع بعض منتهى الامانه. يعني ثلاث حاجات دول لو هي موجوده فيك يبقى انت عندك كاريزما. اول حاجه فكره الباور او اللي هي قوه الشخصيه، ان انا يكون عندي قوه في القوه داخليه، مش قوه يعني عضلات جسم، قوه بالظبط، قوه في انا مين وبعمل ايه وجاي هنا بعمل ايه وايه هي الفاليوز والقيم اللي بتحركني. ثقه بالظبط. وومث او الدفء اللي هو ان انا اقدر اكون بتعامل مع الناس بدفء ومحبه بالمشاعر، بلطف، اكون فاهم مشاعرهم، بتعامل معاهم على هذه المشاعر، يعني اقدر يكون عندي حاجه جايه بيسموها الايموشنال انتليجنس، يعني الذكاء العاطفي. تمام، كل انسان بيشعر انه اهم حدا. ايه؟ كل انسان بيشعر انه اهم حدا. بالظبط بالظبط، او قادر اتواصل معك على ليفل المشاعر نفسها، يعني مش مهمل مشاعرك. واخر حاجه خالص هي فكره البريزنس او الحضور، ان انا يكون ليا حضور في المجتمع او ليا حضور في القعده. طريقي بقى مثلا البادي لانجوج، عن طريق ان انا بتحرك او عن طريق ان انا عندي انرجي بتبان في المكان وكل الكلام ده. لو انا التلات حاجات دول يبقى انا هيكون انسان انا باين والناس قابلاني، وفي نفس الوقت كمان يكون عندي الانفلونس او التاثير. بس المهم من كل الكلام ده ان انا اكون بعمل الثلاثه بالتوازي. يعني مثلا لو انا دلوقتي عندي باور عاليه جدا، شخصيتي قويه جدا، بس في نفس الوقت عندي وورمز، عندي وورد وعندي ليف، بس ما عنديش مثلا بريزنس، يبقى انت شخصيه كويسه بس على جنب على حالك كده، ما حدش يعني يكون عارف. الحضور مهم عشان نطلع كل ده. صح بالظبط. وناس بقى تلاقيها كتير عندهم حضور قوي عالي جدا بس ما عندوش قوه شخصيه جوه، ما فيش حاجه جوه، تحس ان هو من بره هلا هلا بس من جوه هو يعني صوت عالي كده.